هاي محاضرة الأولى في الإنعاش القلبي الرئوي، محاضرة بسيطة، والأسئلة اللي بتجي منها كمان بسيطة كتير، حكيناها كتير في سياق الكلام. رح أنتقل لمحاضرتي الأساسية، المحاضرة الثانية، ما رح أطول عليكم وإن شاء الله بسيطة، لكن بدها شوي فهم هون. بس قولي لي السلايد واضح كمان قدامكم؟ واضح واضح. حكينا على الاس في تي نحن بسبع اشكاله من تسرع القلب الجيبي، تسرع القلب الاذيني، تسرع القلب الاذيني متعدد البؤر، الرجفان الاذيني، الرفرفه الاذينيه، الاي في ان ار تي والاي في ار تي. عرفناهم كتخطيط وشفنا مجموعة من التخاطيط كم كويس وصار عندنا فكرة حلوة، لكن حاليا بدنا نشوف كيف بدنا نسوي مقاربة لهالمريض هذا اللي عنده SVT بأشكاله السبعة. حكينا نحن شوي آخر المحاضرة شوي سريع، لكن أنا أحب أسوي المقاربة. أنا دائما بيهمني مقاربة مريض، أنا معلم الطلاب الطب على المقاربة. هاي آدم كمان لحقني على الغرفة الثانية. طيب الخطوط المقاربة، أول شيء مناورة فالسابة. الآلية: أخذ نفس عميق مع حبسه فيرتفع الضغط داخل جدار الصدر، ينبه المستقبلات الألمية المبهجة آسف في قوس الأبهر، بدوره يؤدي إلى إبطاء في النقل في الأفي نود أو الإس أم. تكسيد السبات: يتم تحريض المستقبلات المبهبية الموجودة في الجيب السباتي، وتعتبر ذلك مضاد استطباب عند سوابق السي في اي. الأطفال: احتشال العضلة القلبية أقل من 6 أشهر، قصة سابقة لأنظميات خطيرة مثل الـ VT والـ VF، كله بيحرض خثرات. قبل التمسيد يجب وضع السماعة على مسار الشريان السباتي في حال وجود لغط برالت، يعتبر مضاد استطباب التمسيد، ولا تنسونا إياها يا شباب كلمة هي. يجب أيضا التمسيد بجهة واحدة ولا تتجاوز مدة التمسيد 10 ثواني خوفا من هبوط ضغط شديد، ويمكن إعادته في الجهة الأخرى بعد مرور 1 دقيقة من التمسيد الأول. عند الأطفال بنحط كيس ثلج على الوجه بدل من تمسيد السباتي. أول مناورتين. لما بيجي لك مريض عنده SVT، أعطينا لك SVT في هالشكل هذا، بنحط لك خطوات العلاج. الخطوة الأولى المناورة، الخطوة الثانية تمسيد السباتي. مناورة، هاي المناورة شفناها، علاج الدوائي. رح نركز على العلاج الدوائي بشكل مكثف. حاصرات بيتا، كل اس في تي علاجه حاصر بيتا، حاصر كلس ديجوكسين ادينوزين اميودارون. الخط الاول هو الادينوزين، رح ابلش من 4، يعتبر الخط الاول في الاس في تي المنتظم بغض النظر عن وجود او عدم وجود اضطراب هيمودينامي، بغض النظر مريض مستقر ولا غير مستقر، بغض النظر مريض ضغطه طلع ولا نزل، بغض المرض المريض صاحي ولا غير صاحي. الجرعة 6 ملي جرام حقن سريع. الحقن هذا بيتم دفش خلال دقيقتين، بنعيده بعد بجرعة 12 ملي جرام. من حقننا بنعطيه شوية سيروم ملحي وبنرفع اليد لحول الآلة. سحر الدواء يا شباب. إذا الخط العلاجي الأول، العلاجي الدوائي الأول هو الأدينوزين. ما في اي مضاد استطباب، ما بنخاف عليه، فهو الدواء السحري للاس في تي. يعني جاك اس في تي، ما هو علاجه؟ ادينوزين. ما تقول لي حاصر بيتا، حاصر بيتا خط رئيسي، لكن اذا عدم توافر الادينوزين حاصر بيتا العلاج الرئيسي والخط الاول لمعظم الاس في تي المركب، ما عدا اس في تي الادينوزين. ما عدا الادينوزين ما هو موجود، لا ما ب... حتى الفيرابامين يعتبر خط اول، ما بيهمني. اذا خبيت حصرات بيتا خط اول،
الا اذا كان عندي مضاد استطباب لها، مثل مريض ربوي وضغط نزل أعراض قلبية، أمراض الشرايين، القصبات التشنجية، لازم أنتبه أشوف مريضي ضغطه نزل ما بعد حاصر بده. مريض عنده خراخر كتير وعنده قصور قلب حاد، إيش بدي بحاصر بده؟ بنزل الضغط بزيد بخرب الدنيا أنا. حصارات قلبية، مريض عنده حصار درجة ثانية وثالثة وبزيد أنا بزيد فترة الحصار. مريض عنده ربو بتباعد عنه. إذا حاصر بالتست طابة 1 2 3 الجرعة ما بنساها، أمبولة 5 ملغرام تدفش خلال 2 3 دقائق، 5 دقائق حد أقصى، تكرر خلال 10 ل 15 دقيقة حتى جرعة عظمى 15 ملغرام. يعني عندي أمبولة ميتوبرورول، بيجي أمبولة 5 ملغرام، دفشت دفش وريدي، دفش وريدي، نطرنا 5 دقائق دفشنا أمبولة، نطرنا 5 دقائق دفشنا أمبولة ثالثة، لازم يقلب الـ SVT. ما قلب أوقف، خلاص ما راح يقلب على حاصر بيتا. يعني حاصر بيتا الأمبولة وسقف 15 ملغرام، سقف ربع ساعة ما قلب انتقل لحاصر كلس. حاصر كلس متوفر أيضا عندنا الفيرابامين، أمبولة 5 ملغرام، في 2.5 عم تجي حاليا. مضاد استطباب أطفال وايد تحت خطين حمر المركب، يعني وولف عريض شرط، وولف عريض. هلا الميتوبرولول ممكن اعطيها بالعريض، ها الميتوبرول ممكن اعطيها بالعريض وحتى بعطيها بالحصارات، لكن في هيك شوي يعني تكي عليها. نحن شوي بنوقف نتجه للخط الاسلم والاضمن بيجيك لاحقا. لما بيكون عندي وولف لا تقرف على حاصر كلس، لا تقرف. دائما نحن مستعمل في المشافي الفيرابامين هو الاكثر توافرا للاس في تي مباشره من الشو. لكن اذا كان عندك وولف لازم تكون شوي نبيه ودقيق في الملاحظه. وولف راح يزيد لك فتره، راح يزيد لك الطريق، راح يزيد فتره العصيان في الطريق الاساسي، فبيخلي الدره تدخل في حزمه ثانيه، حزمه كنت تخرب الدنيا، تحول المريض من وولف. لذلك نضيف الوولف ديجوكسين. محصور استخدام الديجوكسين لما يكون عندي قصور قلب، فهدول ببعد عن قصورات القلب. الديجوكسين توفر 500 ميكروغرام تبقى مو ملغرام، أمبولة وريدي 500 ميكروغرام خلال 2 3 5 دقائق، جرعة تحميل في حال عدم استجابة 6 ساعات، وحتى جرعة 1500 ميكرو شوي دي وبننطر لساعتين، ما استجاب نعطي أمبولة، ما استجاب نعطي أمبولة، 4 أمبولات. أدينوزين خط الأول مثل ما قلنا، أميودارون كوردان يستعمل كقالب نظم لدى مريض الرجفان الأذيني، أكثر شيء شرط يكون أقل من 48 ساعة. كلمة 48 ساعة معناته حاد، حاد وليس مزمن. كوردان الأميودارون أكثر شيء بنستعمله على الرجفان، متوفر بأمبولة 150 ملغرام، بيجي جرعة تحميل، لاحظوا على الجرعة 5 ملغرام على كل كيلوغرام خلال 20 ل 30 دقيقة، ثم 1 ملغرام ساعات، ثم 0.5 ملغرام عمليا. هاي هيك الخطوة العلمية عمليا، 6 أمبولات ضمن محقن السيروم 50 ملي، هذا العداد 3.4 ملي في الساعة أول 6 ساعات، ثم 1.7 ملي في الساعة 12 ساعة. نحن بنتبع الطريقة يعني، لكن إذا لازم الكلام العلمي أساسي، جرعة تحميل 5 ملغرام على كل كيلوغرام أول نص ساعة، ثم 1 ملغرام في الدقيقة أول 6 ساعات في مضخة، ثم 0.5 ملغرام في الدقيقة 18 ساعة. البروبافينول متوفر في دواء 100 ملغرام حبة أو أمبول، يستخدم قالب نظم لدى مريض الرجفان الأذيني المعزول، هذا معزول نحكي عليه بعدين، وفق بروتوكول بايل إن بوكيت، حيث نعطي 600 ملغرام حبتين
عيار 300، الجرعة اللي أنا أنساها 600 ملي جرام، إنهاء هزيمة الرجفان الأذني خلال نصف ساعة لساعتين دون الحاجة للقدوم للمشفى. حاليا طبعا بنطبقه نحن كثير بروبافينون. الجرعة الأساسية ما بننساها 600 ملي جرام، 600 ملي جرام نعطيها للإس بي تي وعلى رأس الرجفان الأذني حبتين، حبتين نعطيه للمريض ولا تخاف. بالولف ممكن نعطيه، يعتبر خط أول. ثواني بس، ثواني، يعتبر مضاد استطباب في الحصارات أو داء قلب منوي. تفضل. تحت لسان الحب يا حكيم ولا بلا هاي؟ بلا 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 بلا، متوفر متوفر حاليا عم بعد، بس يبعد عن الـ عن الـ عن الـ البروبافينون اذا كان في عندي داء قلبي بنيوي مشخص، يعني مثل قصور قلب او كاردو ديسيز او كاردو هارت فيلر. ما بنسى حاصر بيتا، حاصر كلس، دشتلة، أدينوزين خط أول، كوردان، بروبافينون. كوردان، بروبافيرون، بروبافينون للرجفان أكثر شيء، والبروبافينون حاليا بنطبقه للرجفان خاصة إذا كان عندي رجفان معزول، يعني لأول مرة جاك رجفان أعطيه بروبافينون لا تخاف، ما في شرط ما بيكون عنده داء قلب بنيوي. كوردان هي جرعة تحميله، حتى نعطيه إس بي تي لا تخاف، لكن هدول هن الاساسيات المستعملات الاس في تي، حاصر بيتا، حاصر كريس، دشتلة، لانه ما بنلاقي الادينوزين بشكل كبير. هي الادويه. اذا كان ريجولار اس في تي زي تمثيل سباتي او مناورات، مريض مستقر غير مستقر صدم، مستقر حاصر بيتا، حاصر كريس، خط كلاس 2 اي، ما استجاب صدم، هذا المخطط ما بنساه. إذا مريض رجفان اس في تي، اسف ما معروف الاس في تي لاول مره بيجي، بسوي له مناورات، ماشي، مناورات تمثيل، ما استجاب، ادينوزين، ادينوزين قال لك كلاس اي، يعني اول خط هو الادينوزين. طيب ما استجاب، بشوف مستقر ولا غير مستقر، غير مستقر صدم، بصدمهم كلهم تحت ال 150 ما عدا الرجفان الأذيني فوق 150. طيب إذا كان مستقر، بيتا بلاكر، ديلتيازم، فيرابامي، ويقول لك هاي كلاس 2A، كلاس 2A، بينما كلاس A يعني الخط الأول هو الأدينوزين بعد المناورات، مناورات أدينوزين، مناورات أدينوزين، أهم شيء هذول. طيب ما استجاب، بعطي حاصر بيتا، حاصر كلس، دشتلة، لكن هي تعتبر خط ثاني. طيب إذا كان غير مستقر، يعني مريض غير مستقر هيمودينميكيا، ضغطه نازل وعنده قصور قلب ووزن مترية كذا، بصدم مباشرة، مستقر دواء بيناتهم يا شباب، ما استجاب على كل الأدوية، بصدم خيار قوي. طبعا هون إذا كان عندي اس بي تي كمان، كيف دا عالجه بعد ما بخلص، بعد ما بعالج الحالة الحادة، دا حط بس آخر السلايد، وهذا بس بنسأل عليه كتير بالمسائل. مريض إجاك على إسعاف عنده إس في تي بأنماطه اللي أخذناه، سواء مثلا أوفين أرتي، أوفي أرتي، وولف إلى آخره، حطيت الخط الأول، حاصر مناورات أدينوزين، حاصر بيتا، حاصر كل الزجتة لكودان منقلب، أنا بدي الضبط النهائي. كيف مريضك هذا راح يجي، راح يجي لاحقا بنوبة اس بي تي، اس بي تي، اس بي تي، اس بي تي، خط الخط المثالي او العلاج المثالي والاهم هو الابليشن، تخثير الدارة. العلاج المثالي هو التخثير الدارة. أنا لازم أشوف دارة عودة الدخول وين موجودة، بسوي لك كي كهربائي، تخثير كي كهربائي، يعني الابليشن هو الكي الكهربائي، هذا العلاج النهائي. أنا ما في عندي هالميزة هاي حاليا، عم بنحول مرضى على تركيا، عم بيسوونا ابليشن بتركيا،
طيب انا ما في عندي هالحاله هاي، بدخل على العلاج الدوائي المديد. العلاج الدوائي المديد بنقول لك استجاب على حاصر بيتا خليه لحاصر بيتا. طيب استجاب على حاصر كلس خليه لحاصر كلس بشكل دائم اذا ما في عندك ابليشن. لكن في ادويه جديده غير متوفره، يعني هي الفليكاينين، فليكاينيد اميد والبروبافينون، هي الادويه المستعمله، والاميدورون هو هي تعتبر من الادويه المستعمله. لكن الدواء الجديد اللي نزل هو الفليكاينيد اميد. انا ما بيهمني الحكي هذا، عندك اجاك بي اس في تي اعطيته خطوات من المناورات للادينوزين، قلب قلب ما قلب، عندك الخط الثاني اذا كان غير مستقر ما استقر. طيب بعد هو تخثير الدار الابليشن، هاي محاضرتنا. في شيء سؤال؟ هاي محاضرتنا الدوائيه. في شيء سؤال بس على الادويه قبل ما ادخل بالحالات؟ هلا دكتور، بس بالنسبه لتخثير الدارة، يعني هلا نحن يعني اخر خطه عملناه نحن الصدر، بعد امتى ممكن نعمل له هالعمليه هي او هالاجراء؟ ايش هي تخثير الدارة دكتور؟ تخثير الدارة مباشره. المريضه عم بيجي بي اس في تي بشكل متكرر، هذا حصرا بده ابليشن، لكن بنحط كلمتين دائما الدارة يفضل إجراء التخثير بعد عمر 20 سنة. السبب لأنه أغلب دارات عودة الدخول تتليف لحالها بعمر تحت 20، لذلك بيقول لك انطر على مريضك لبعد عمر 20. مريض عمره فوق 20 سنة عم تجي إس بي تي خثر وخلاص، هذا علميا. سؤال ثاني تفضلوا. في شي سؤال لحد الآن بالاس بي تي؟ حكيم، إذا المريض تحسن على المناورة بعده على البيت خلاص انتهى؟ سيدي الكريم، المريض يتحسن على المناورة لما يكون مريض اس بي تي حاد. حاد، بعده. شوف إذا بتنكس الحالة ولا لا، رح تنكس، قطع رح تنكس بعد يوم يومين أسبوع شهر شهرين. رح تنكس الحالة. رح تضطر تعطيه دواء، وعلى الأغلب تعطيه حاصر بيتا أو ديربامين. رح تنكس من جديد. كمان راح يرجع لك، راح تنكس اخر شيء تقول له روح سوي لي تخطير للدارة وريح راسك. هلا حكيم، المريض نفسه يعني اذا نكتت معه وعلمناه مناوره بصير ولا ما بصير؟ طبعا نحن بنعلمه، لازم يتعلم. نعلمهم، نحن بنقول لهم هاي الحالة تعلمها لبين ما تصل لعنا جوز بالبيت وتروح لحالها. طيب بالبيت لحاله إذا جيته بصير ياخذ حاصر بيتا مثلا إنسان؟ ما راح يلاقي حاصر بيتا، أعطيه حاصر بياخذ حاصر بيتا فموي بصير. يعني يشتغل لحاله. إيه إيه، حاصر بيتا فموي بصير. لبين ما يوصل لعندك. كمان في أسئلة شيء على أسأل أنا؟ شو معي ولا ما أنكم معي؟ تفضل دكتور تفضل. رح نسأل أسئلة فحص هلا ست الامتحان. هاي الأسئلة بنجيبها بالامتحان. طيب. يا رب.
مين بيشاركني بأول حالة؟ أنا بشارك. الاسم الكريم. أنا ما شايف اسمه طبعاً. كريم. كريم؟ عبد الكريم. يلا يا عبد هني عبد الله يحفظك يا رب. أنا ماني شايفه. يلا عبد. تفضل اقرأ لنا الحالة قدام الشباب. مريضة. امرأة عمرها 32 سنة. حضرت لقسم الإسعاف بقصة خفقان مع دوار منذ ساعتين حدثت بشكل مفاجئ دون مرافقات أخرى. لا يوجد سوابق. بنوقف. يا عبيد. معي مو عبيد. بس حضرت لقسم بخفقان مع دوار منذ ساعتين. كلمة ساعتين تحت خط. يعني إيش منذ ساعتين؟ أكيد. حاد. انتبهوا دائما لو تجيكوا المسألة السرية بجيك حاد أو بجيك مزمن. منذ ساعتين معناته مريضك حاد. مقاربة الحاد تفرع عن مقاربة المزمن وخاصة في الرجفانات. كمل عبيد. يوجد سوابق مرضية. تذكر المريضة قصة تكرر هذه الحالة خلال السنتين الماضية. تبدأ وتزول بشكل فجائي. معناته مزمن صار. بس هلا معناته عندها اس في تي قديم. تسرع الفحص الصليلي المبدئي حالي عامي مستقره يعني هيموديناميكيا يعني ما في عندها ما في الضغط الدموي 110 على 70 طبيعي. النبض متسرع 160. لا يوجد نفخات او اصوات اضافي. اصغاء الصدر كان صافي متناظر. لا يوجد وزمات محيطيه. تم اجراء تخطيط وصول الصدر وتحاليل اسعافي. طيب معناته مرضتنا ما في عندها مشكله صماميه. لا نفخات ولا اصوات اضافي. ما في مشكله صماميه. ما في داء قلبي بنيوي. ما في عندها أصوات إضافية. ما في عندها S3 S4 معناته ما في عندها قصور قلب. إصغاء الصدر متناظر صافي. ما في عندها وزمة رئة. لا في وزمات محيطية. ما في عندها قصور قلب. كل كلمة طبعا أنتوا لسه هدول ما أخذناهم بقصور القلب وما أخذنا الصمامات لأنه لساتنا نحن ماشيين بأول شيء بالتخطيط. كل كلمة بتدل على مرض. نفخة ممكن تكون قصور قلب، صمامية أو داء شو اسمه قال داء مشكلة خلقية. أصوات إضافية S3 S4 صدر صافي ما في وزمة رئة. وزمات ما في. تم هذا التخطيط. قرأنا التخطيط يا عبد. النظم منتظم. في تسرع 160 سرعة 160. لا يوجد جيبي. في موجود بي حكيم جيبي. في موجود في بعد غير جيبي. غير جيبي لأن فوق ترجم بي لأن فوق 150. طب قل لي انت جيبي قل لي هاي موجود بي عدد ثلاثة عدد ثلاثة مثلا هاي موجود بي ما هيك؟ لا بس مو جايبي لأنه فوق 150 قريبة غير قريبة أقل من مربعين. ضيق المركب. قريبة أقل من مربعين على QRS فمعناتها AVNRT. فهو SVT كخط عريض. كخط عريض SVT. إذا للشاطرين بنقول AVNRT. الحالة يلا بنشوف الحالة العامة مستقرة. مركب ضيق منتظم سرعة 160 موجة بي غير مشاهدة. تشخيص بدأ آفي نارتي. علاج أول شيء منا تمسيد مبهم بعدين أدينوزين تمسيد سباتي لأنه مستقر تمسيد سباتي عفوا تمسيد سباتي ما استجاب. أدينوزين خط أول. أدينوزين خط أول ما بعدين تخثير دارة. هذا خط أخير تخثير أنا على حاصر ما استجاب. حاصر بالتا حاصر كلس. حاصر كلس أعطيناها خط أول مناورات مبهمية وأدينوزين. خط ثاني فيرابامير 5 ميلي جرام أبي تكرح 3 جرعات أو ميتوبرولول. أعطاك بعد الفيرابامير إجاك التخطيط هاد. بعد الفيرابامير إجاني التخطيط هاد. تمام. هاي AVNRT كأنه
ABRT لا بعد التخطيط، هذا بعد التخطيط. ايش قرا لي التخطيط هلا بعد 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 الفيرابامين؟ بعد فيرابامين يعني صار تقريبا 70 النبض منتظم. في جاي جيبي في موجه بي، في موجه بي حكيم، هي موجه بي واضحه، في موجه بي نمو. اذا صار عندنا تخطيط جيبي نموذجي سرعه تقريبا 70 80، اذا السبب المستبطن تم اجراء ايكو قالب، بعدين شفنا استدلت الورقه بهذا الحكي مولا لكم. علاج المزمن هو بروبا انديرال 40 مليكرا. العلاج النهائي الازاله بالقسطره وهو العلاج المفضل ان امكن توفره. هاي اول ايش هو الافين ار تي؟ إذن الـ AVNRT أخذنا الحالة هاي AVNRT هو تسرع القلب الأذين البطين الوصلي بعودة الدخول. الطريق الإضافي موجود ضمن الـ AV node أو قريب منها مثل ما حكيناها. يمكن أن يحدث الـ AVNRT نتيجة مرض قلبي بنيوي، مرض قلبي أو دون وجود مرض قلبي مثل أسباب فيزيولوجية وعلى رأسها أمراض الدرق والأمراض الصدرية أو كثرة تناول المنبهات أو الشدة والقلق. بالعادة موجة بي غير موجودة أو ممكن تأتي بعد QRS تسمى موجة بي الراجعة، بي الراجعة حيث تكون مقلوبة، نشوف مسافة RB قصيرة. العلامة التخطيطية المميزة موجة R صغيرة كاذبة في V1 أو موجة S كاذبة في LID2 للتمييز عن AVRT. هاي بيقولوا لها موجة R الكاذبة بالفي واحد، هاي هي موجة R الكاذبة، هاي هي بالفي واحد هاي هي، أو موجة S هاي هي هوني بالليد اثنين. يعني أنت بس موجة R الكاذبة بالفي واحد ما بهمك الحكي هاد. إذا موجة R الكاذبة في واحد أو موجة S كاذبة في اثنين تميز على AVRT. إذا نحن ميزنا على AVRT إنه مسافة RB قصيرة، هاي أهم شغلة. طيب مين بيشاركني بالحالة الثانية؟ هلا عفوا دكتور، قبل من الحالة الثانية الليد 2 هون ممكن يفيدنا بشيء؟ بيفيدنا الليد 2 بشيء. تخيل شوف هذا الليد 2، أبطلع على الليد 2، هاي هي تعتبر موجة S الكاذبة، هاي موجة S الكاذبة في الليد 2 وهي موجة R الكاذبة. هي شوي صعبة عليكم. نحن إيش بنقول؟ وبنشوف ما في موجة بي والسرعة عالية. أنا بنلاحظ في ردة 3D أكثر يعني تقريباً إنه بي مقلوبة قريبة على الآر. هاي موجة إس كاذبة وهي موجة آر كاذبة. يعني هذا الـ AVNRT. الـ AVNRT مثل ما قلنا بي تكون قريبة مسافة آر بي أقل من مربعين صغار آر بي. بينما إذا كانت أكثر RB فهو على الأغلب هذا AVRT. إذا كانت RB طويلة أكثر كتير فهو على الأغلب هذا تسرع قلب أذيني. واحد اثنين ثلاثة هدول يا ريت بتركزوا بمخيلتكم. RB بي قريبة للR فهو AVRT. بي شوي أبعد عن الR فهو AVRT. بي أبعد كثيرا عن الR. انتبهوا يا شباب، هاي بي للR، هاي بيجي مركب بعدين بي بالاس في تي، بيجي المركب بعدين البي فهو تسرع قلب اذيني. نفس التخطيط هذا، بنلاحظ هون الموجه بي بعيده عن الار فهو هذا AVRT. كل AVRT هو وولف باركنسون وايت. موجه بي بعيدة عن الآر، ملاحظينها مو معي؟ موجة بي بعيدة عن الآر فهو AVRT Atrial Ventricular Reentry. نفس الحكي مناورات مبهمة فالزافة أدينوزين فيرابامين ميتوبرولول فيرابامين ديجوكسين أميودورون وبروبافينون. والعلاج النهائي تخثير. الصدم مضاد استطباب، الصدم علاج أول كمان. مين بيشاركني بالحالة الثانية؟
تفضلي آسيا، مو معنا آسيا؟ سامعانين يا شباب؟ ايه حكيم، اذا ما في حدا بشاركك انا. لا لا، بدنا واحد ثاني. مين حكيم هذول؟ مين معي؟ انا عبد الكريم. بدي واحد ثاني، يلا يا شباب. تفضل يا شباب. خلاص دكتور، انا بضحي بحالي. يلا، مين معي؟ احمد، احمد شيخ صالح. حي الله احمد، عم نتعلم. يلا يعطيك العافية دكتور. تفضل احمد. رجل عمره 60 سنة، راجع قسم الاسعاف بقصة خفقان مع زلة تنفسية جهدية او الثالث، مريض مدخن وفي سوابق COPD، مشخص منذ 5 سنوات ومعالج عبر موسعات قصبية انشائية وكورتيزون انشائي دون سوابق مرضية قلبية. كمل. الفحص السريري المبدئي، حالة عامة مستقرة، ضغط الدموي طبيعي، النبض كمان طبيعي، اشتداد في حدة الصوت، صوت القلب الثاني مع نفوة انقباضية في البؤرة الرئوية، إصغاء صدر، خراخة قصبية. تسمع في زمن التنفس، وزيز معمم، لا توجد وزمات محيطية. يعني في عندي مريض COPD، مريض تنفسي، هالمريض التنفسي عنده نفخة في البؤرة الرئوية، على الأغلب في عنده سرعة جريان عبر الرئوي نتيجة ارتفاع الضغط في الأجواف اليمنى نتيجة COPD، صار عندي قصور قلب أيمن، فصار عندي ارتفاع الضغط عبر مستوى الصمام الرئوي، فسمعنا عندنا نفخة على البؤرة الرئوية، تم إجراء صور الصدر وتحاليل وإلى آخره، جانا هالتخطيطات، قرأنا التخطيط. هلا هون انا اول شيء مو منتظم، في موجة في موجة بي، هل موجة بي موجة نموذجية؟ لا دكتورة، بتغير شكلها كأني او مي نموذجية. نعم، كم موجة بي فيها الليد هذا؟ كثير، اكثر من شكل. يكون غير منتظم. ايش عندك خيارات يا احمد؟ ممكن هلا هون يكون قصور قلب ايمن مثلا. لا ثواني، لا انا بحكي على التشخيص، على التخطيط. اذا كان النظم غير منتظم، عم بتقول لي غير منتظم، مسافه ار ار من هون غير ار ار من هون، صح؟ صح. اذا كان النظم غير منتظم، ما هي خيارات التشخيص للتخطيط؟ كم مرض بيعطيك لما يكون النظم غير منتظم؟ 1، رجفان، مو احمد معي؟ ايه ايه معك معك دكتور. رجفان رفرفة ومات. هلا هون ما مات، يمكن مو دكتور. ثواني انا بدي اقول هون مات، انا شايف الرجفان ار 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 غير منتظم، ما في بي على الخالص. الرفرفة ار ار غير منتظم، البي كاسنان المنشار. الماك غير منتظمة، وأشكال موجة بي كثيرة. صح. هذا ما تفرق قلب وديني. هون الميزة إنه أشكال بي كثيرة رقم واحد، ما دكتور. على نفس المسألة يعتبر مشخص. إذا الحالة مستقرة، مركب ضيق، النظم غير جيبي، غير السرعة 130، موجة بي إلى أكثر من 3 شكل. التشخيص المبدأ هو المات. كيف تعالج المات؟ لا هون دكتور نعالج السبب. أحسنت. العلاج المبدئي تصحيح نقص الأكسجة والحماض التنفسي، حجر الزاوية الأساسي. في حكاية إذا كانت الأعراض مزعجة ممكن نعطي حاصر كلس. إذا العلاج المستبطن هو علاج الـ COPD، والسبب المستبطن هو الـ COPD. خلينا نشوف شو المات. المات تترافق بشكل متكرر مع الأمراض الرئوية وخاصة الـ COPD. يمكن أن يشاهد أيضاً في قصور القلب الاحتقاني وداء الشرايين الإكليلية تشاد. الآلية حدوث ارتفاع توتر رئوي ثانوي COPD يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الأذين اليمنى وتوسعها، نقص الأكسجة، حماض تنفسي،
زاد العلاج بالثيو، العلاج بالثيوفيلين يا شباب بيحرض حدوث الماد. الثيوفيلين اللي بنعطيه لمرضى الموسعات القصبيه بيسوي لي ماد. النظم غير منتظم، السرعه حتى 140، البي لها اكثر من شكل، وبي ار لها اكثر من مسافه، عم بعض اكثر من شكل موجه بي واكثر من مسافه بي ار، عم تختلف مسافه بي ار. ويلزم وجود ثلاث اشكال مختلفه للتشخيص. توجه المعالجة إلى معالجة المرض المستبطن بتصحيح نقص الأكسجين والحماض، ويمكن استخدام حاصرات الكلس إذا كانت الأعراض مزعجة. يمكن استخدام حاصرات بيت الانتقائية مثل ميتوبرولول بحذر عند عدم الاستجابة للفيربامير. سلفات المغنيسيوم ممكن نعطيها. قلب النظم الكهربائي لا يجوز. مضاد استطباب قلب النظم في المات وسرع القلب الجي بي. بس هذا هو المات. والله مين بيدخلنا على الحالة الثالثة؟ وين الدبس؟ تعال عندي. متخبي متخبي الدبس. وينه؟ محمد دبس. ما بدي انا، بدي قبضاه يدخل لحاله. يلا يا شباب ننهي المحاضرة. خلاص دكتور مشارك عليها نواب كريم. لا لا ما بدي، بدي واحد ثالث. حالي سهل. يلا طيب أنا بشارك الحالة، جهزوا لي حالكم على الحالة الرابعة. مريض 30 سنة راجع قسم الإسعاف بزلة تنفسية مفاجئة وخفقان وألم صدري دون مرافقات لا سوابق مرضية. ذكر المريض أنه لاعب كرة قدم وتعرض لكسر منذ أسبوع. خلاص كسر صمة رئوية أكيد. النبض 110، ما في عنده أي مشكلة. فحص الشرايين المحيطية، شين ميم ميم شرايين محيطية. نظم جيبي منتظم، سرعة 110، تطور ار اس طبيعي، ما في عندي مشكله. تسرع قلب جي بي، اذا هذا موجه بي جي بي على طول المسار. سرع قلب جي بي، العلاج علاج السبب المستبطن وهو علاج وزم، علاج الصم الرئويه. تسرع القلب الجي بي نحكي كلمتين عنه. انا بحب بعرض المرض بعدين بعرض الحاله. يتظاهر تسرع قلب الجي بي كنظم جي بي بسرعه اكثر من 100. يعكس تسرع القلب الجي بي بشكل عام حديثه موجوده، حالة استقلابية ممكن نتيجة تأثير الدواء، أو حمى، أو نقص الحجم، أو صدمة، أو قصور قلب احتقاني، أو قلق، أو مرض رئوي، أو صمة رئوية، أو فقر دم، أو انسمام في الدرق، أو كافيين، أو نيكوتين، أو أتروبين، أو كاتيكولا، يعني مجموعة كبيرة من الأعراض. توجه المعالجة إلى معالجة السبب. نحن في عنا حالة نحطها في إذننا حلقة، في حال تسرع القلب الجيبي غير الملائم، يعني فحصنا كل هذول ما لقينا مشكلة، لا فقر دم ولا صمة ولا على طول عنده تسرع قلب جلبي مرضنا، هذا بنقول له تسرع قلب جلبي غير ملائم، يعني ما عرفنا السبب. في دواء اسمه إيفابرادين، خط علاجي أول. إيفابرادين 5 ملي جرام نعطيه كل يوم للمريض، بنقول له لا تجعل خالص. بس. حالة الرابعة. تم عندي حالتين أو ثلاثة ما بعرف. أبعيد أذكر المحاضرة كلها من جديد. ما حكي ما نقدر. يلا تفضل. مريض عمره 15 سنة، قال لي قسم الإسعاف لقصة مفاجئة لخفقان مع أحساس بالغثيان وتعب، لا سوابق مرضية، الفحص سريري،
قال يا عمي مستقر الضغط الدموي 100/70، النبض 170، اصغاء القلب دون وجود نفخات او اصوات اضافيه، اصغاء الصدر صافي متناظر، فحص شرايين محيط غير دون نظمات، تم اجراء اي سي جي وطلب صور الصدر وتحاليل اسعافيه. في تسرع اقرا غير جيبي غير جيبي لانه فوق 170 فوق 170 فوق 150 غير جيبي منتظم منتظم البي غير جيبي منتظم غير جيبي ماني شايف بي او جوز شايف بي انت ابي يا ابي افين ار تي افين ما في بي افين ار تي هذا اس في تي انا ماني شايف بي ممكن افي ار تي ممكن افي ار تي ابلاحظ في الليت 3 انه هاي بي الراجعه هاي شوي صعبه عليكم بعيده شوي يعني مركبه فانا بعتبرها هاي افي ار تي هلا هو بنعطي في براميل وبنستنى لنطلع موجه دلتا بكون وورك بارتنس واي تمام تمام هو افي اعطينا في اعطينا في براميل يطلع معك الحالي هاي واذا في موجه دلتا هاي موجه دلتا والبرمس واي كيو ار اس في موجه دلتا على البي واحد مبيني فهذا شو افي ار تي طلع هذا مريضنا وولفر بي ار قصيره بي ار قصيره وموجه دلتا ليكا هون والكيو ار اس صارت شوي عريضه تم تشخيص وولف باركنسون وايت طيب خلينا نحكي شوي عن وولف باركنسون وايت وهي الاهم حاله خلقيه متضمنه نسيج ناقل شاذ يعني في عندي حزمه ثانيه غير حزمه الاساسيه اسمها حزمة كنت تنقل النقل بين الأذين والبطين دون المرور بالآفي نود يعني بيجي التنبيه بالعادة من الأذين اليسرى تدخل على المحيط على المحيط على جدار البطينات يعني من الأذينات البطينات ما بيمر بالآفي نود فبتسبب لي اضطرابات نظم عبر تشكيل دارة عودة الدخول خارج الآفي نود بعيدة عن الآفي نود شفنا بالآفي إن آر تي بتكون دارة عودة الدخول قريبة من الآفي نود أو ضمنها لكن بالآفي آر تي أو الولف آفي آر تي هي وولف بتكون الدارة بعيدة الدارة في المحيط نسبة الحدوث 1:2 أشياء عند الذكور يمكن أن تكون معزولة أو مترافقة مع أمراض قلبية خلقية وعلى رأسها اعتلال العضلة القلبية الضخامية وتشوه إبشتاين رح نأخذه لاحقا الأعراض متنوعة ممكن تؤدي إلى توقف قلب مفاجئ. التشخيص بي آر قصيرة. أبلاحظ بي آر قصيرة. بي آر قصيرة. بي آر قصيرة. وجود موجة كيو دلتا. كيو آر إس عريضة. لوجود موجة دلتا. كيو آر إس أكثر من 120. أكثر من مربعين. أكثر من 3 مربعات صغيرة. لوجود موجة دلتا. والتي تمثل التنبيه الباكر عبر الحزمة الإضافية حزمة كينت قبل أن يأتي التنبيه من حزمة هيس حزمة هيس الأساسية تنقل هيك لكن بيجي تنبيه حزمة كينت ترجع هيك تلف هيك تجي من الأذينات البطينات بترجع الأذينات البطينات بعدين بيجي حزمة هيس لأن حزمة هيس صار فيها تأخير كل ما صار فيها تأخير أكثر بحزمة هيس كل ما كان كيو آر إس عريض كل ما كان كيو آر إس عريض كان أخطر فالآفي آر تي أو الولف باركنسون وايت تجي بشكلين الشكل الأول اسمه أورثودروميك يعني ضيق المركب QRS ضيق أقل من 120 والشكل الثاني أنتيدروميك عريض المركب هذا اللي بيخوف الأورثودروميك علاجه نفس الـ SVT لكن عريض المركب ننبعد على الحاصر كلس حاصر بيتا هذا هون المشكلة علاج الأساسي هو إزالة الطريق الناقل عبر القسطرة الأبليشن يعني خليني بس أشوف بس الدارة لحدود دارة عدد الدخول يجب توفر شرطين بس ثواني أنا بدي أحكيهم بس
بهالسلايد هذا. Wolff Parkinson White Pattern or WPW is a type of heart arrhythmia caused by an accessory pathway. هذا الطريقة بتجمع الأذينات للبطينات. Connecting the atria and ventricles or the upper chambers and the lower chambers of the heart. طريقة إضافية هون. هاي حزمة كنت اسمع. Signal starts the sinoatrial راح أوقف أنا in the right atrium. راح أحكي أنا ما راح أعطيكم الصوت شوي. هذا الطريق الرئيسي تنبيه بيجي هيك، لكن هلا بدنا نشوف ايش بدي يصير عندي لما بيكون عندي وولف باركنسون وايت. هذا عم بحكي النقل الرئيسي، قباض اذينات بطينات. تعطيني بي كيو ار اس بي ار انترفل، هاي فتره التاخير كيو ار اس. طيب اذا كان النقل هيك من الاذينات باتجاه البطينات، طب اذا كان عندي حصار كبير بحزمه هيس راح يجي التنبيه على هالباب بيقول له ادخل. اذا كان تنبيه نظامي بيقول له ادخل، واذا كان عندي تنبيه ثواني دقي هلا لسه ما بلش يلا هلا رح ناخذ الولف اللي بيخوفنا اكثر شيء. الولف اذا كان عندي لها شكلين، شكل ضيق المركب هذا هو وشكل عريض المركب. بشكل ضيق المركب بنشوفه ب 95% من الحالات بيكون التنبيه بحزمه هيس اساسيه، لكن بيصير عندي تنبيه اخر بحزمه كينت. هالحزمه كينت بتاخذ التنبيه من الاذينات الى البطينات عبر طريق الجدار العضلي، يعني يصير النقل خليه خليه. فبيعطيني كيو ار اس مو عريض كثير، يعني تقريبا اقل من 120، وموجه دلتا بتجي موجه دلتا هاي هي هون، وبي ار بتكون قصيره. هذا اسمه الطريق الاورثودراميك. لكن الاندودراميك يعني الطريق الاضافي الثاني اللي بيخوف هلا بيجيني. لما بيكون عندي عصيان كبير في حزمة هيس، فبيكون النقل الأساسي جاي من وين؟ جاي من الأذينات للبطينات، بعدين بمر بحزمة هيس، بيكون الشكل نقله هيك، وهذا بيكون عريض المركب، بيكون نقله تماماً هالشكل من الأذينات راح للمحيط باتجاه البطينات رجع لحزمة هيس، فصار مركب عريض. هذا المركب بيخوفنا عجب، هل هو حزمة هيس أو وولف باركنسون وايت ولا هو تسرع قلب بطيني؟ فهون في عنا هالمعايير. هذا AVRT عريض المركب، شوفوا يا شباب عريض المركب اسمه أنتيدروميك، يعني النقل الأساسي وين صار هون؟ صار بحزمة كينت، فصار النقل من الأذينات إلى البطينات، أعطى تنبيه عضلي، أعطانا مركب عريض كتير ورجع بحزمة هيس، صار النقل هيك. عم تلاحظوا انه هالشكل هاد قريب عن الفي تي على تسرع القلب البطيني. طب يا هل ترى هذا في تي ولا افي ان ار تي وولف باركنسون وايت عريض المركب؟ اسف افي ار تي يعني وولف باركنسون وايت عريض المركب. في عندي معايير، سبع معايير لميز بين هاد والفي تي. لإلكم بس نحفظ معيار واحد. اذا كان عندي هالشكل هاد، انتبهوا هالشكل هاد، اذا كان عندي الرايت باندل برانش بلاك، اذا كان عندي حصار غصن ايمن
حصار غصن أيمن بالفي واحد وهو غالبا ما نراه، فهو هذا وولف باركنس رويد عريض المركب. في معايير بروجادا للمهتمين أكثر ببعثهم أنا بسلايد آخر لكن مو لألكم صراحة. أنا بس بدي أميز إنه هش الولف له شكلين، شكل ضيق المركب مثل الحالة السريرية اللي أخذناها، شكل عريض المركب مثل الفي تي. ليش أنا بدي أميز بيناتهم؟ إذا كان عندي شكل عريض المركب، أنتودرميك عريض المركب، يعني إذا كان عندي عريض المركب كتير وإذا أعطيته حاصر كلس حولت المريض رجفة لتسرع قلب بطيني، خربت الدنيا، زدت يعني زدت النقل، بطأت النقل أكثر بحزمة هيس وزدت النقل بحزمة كنت، خربت الدنيا على الخالص. فأنا لقلكم إذا كان هالشكل هاد فيه حصار غصن أيمن بالفي واحد فهو وولف باركنسون وايت عريض المركب. شغل الثانية لازم انتبه لها، بحط ما بنساها، إذا جاني هالتخطيط هذا بسأل مريضي، مريضي أنت عندك سوابق قلبية من قسطروية أو خناقات أو احتشاء عضلة قلبية أو كذا؟ بيقول لك عندي. إذا قال لك عندي فمعناته هذا في تي، يعني في تي بيجي على مشاكل قلبية كبيرة. الولف باركنسون وايت ما بيجي على مشاكل قلبية كبيرة. بسأل مريضي سؤال ثالث، شد العمر، إذا كان العمر فوق الستين فهو في تي، إذا كان عمر شاب فهو وولف باركنسون وايت عريض المركب. هاي صار عندنا ثلاث خيارات، في خيارات أكثر. بدنا ناخذ قياس المسافة من هون لهون، إذا كانت المسافة R S صعبة شوي عليكم هاي، إذا كانت أكثر من مربعين كبار، وإذا كانت T عكس R، هدول كلها للمختصين. أنتوا عندكم صار ثلاث خيارات، ثلاث شغلات. إذا كان عندك حصار غصن أيمن فهو وولف باركنسون وايت عريض المركب، وإذا كان عندك عمر كبير فهو في تي، وإذا كان عندك عمر صغير فهو وولف باركنسون وايت، وإذا كان عندك شرايين إكليلية فهو في تي. هذا هو الرجفان البطيني والرفرفة، هدول ذكرناهم وحالاتهم رح نبعتهم بتخاطيط كثيرة. هاي الرفرفة نفس الشيء، ضبط الحالة وضبط الاستجابة، وهذا الرجفان صاحبنا، هذول بعدين بنحكيهم كلياتهم، بس راح أحط هالسلايد هذا وخلينا نتابع كلياتنا. هذا في تي، في تي تسرع قلب بطيني ده شكل واحد، صدم كيو ار اس عريضة، غياب موجة بي او بي منطبرة ضمن المركب، هذا نظم جيبي طبيعي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي. هذا بطء قلب جيبي ساينس برادي كارديا، بي كيو ار اس طبيعيه، لكن ار ار مسافه تحت الستين. هذا تسرع قلب جيبي ساينس تاكي كارديا، بي نموذجيه لكن سرعه فوق المية، نقول هذا مريض عنده صمري قويه او وحده مزعلانه او واحد عنده قصور دره، فرط نشاط دره. هاي خوارج القباض الأذينية BACC، ما في فترة، ما في فترة استراحة وفترة يعني فترة معاوضة، ما في غياب موجة B. هذا الـ SVT بلاحظ غياب موجة B والسرعة عالية، ممكن هذا AV and RT. هاي الرفرفة أسنان المنشار، رفرفة منتظمة. هذا الرجفان غياب موجة بي واستواء بالخط وآر آر غير منتظمة. خوارج القباض الوصلية
نفس الأذينية بس موجة غائبة فترة معاورة تكون جزئية. النظم الوصلي، النظم الوصلي تلاحظ أنه فقط موجة بي مقلوبة، هذا جاي من الوصل، من الوصل الأذيني البطيني وليس من العقدة الجيبية. النظم الوصلي السريع بتحسه أنه سرع قلب أذيني يعني. يلا بابا. سرع قلب وصلي، هذول راح احكيهم بعدين. مركب شوي عريض، صار سرع قلب على حساب الـ QRS يعني، ما في موجة بي على الخالص، مركبنا عريض صار. خوارج الانقباض مع فترة معاوضة تامة، مسافة ما بين بي قبل الخارجة وبي بعد الخارجة ضعفين، بي بعد الخارجة قبل الخارجة ضعفين. QRS عريض والR عكس T. هذا نظم هروب بعد هاي حالات ما قبل توقفات القلب، نظم هروب بس QRS عريض. هذا كل ما بيهمكم، نظم هروب متسارع. تسرع البطيني ليكو QRS عريض الغياب موجود فيه، لا له شكل واحد هذا. رجفان البطيني أكثر من شكل وآر آر غير منتظمة. هذا رجفان بطيني خشن. الأسيستول خط ممنوع الصدم مثل ما قلنا، نعطي الدواء فقط، أدرينالين أهم شيء. صار درجة أولى، تطاول بي آر فقط. ماما بابا صار درجة ثانية من نوع ويكنباخ، بي آر تطاول حتى بشكل تدريجي حتى يسقط مركب. أبى لاحظ بي آر تتطاول بشكل تدريجي. حصان درجة ثانية مبتز 2 بي آر ثابتة، لكن بلاحظ عم تسقط مركبات. سقط مركب، سقط مركبين، سقط مركب. هذا بده بطارية. حصان قلب تام، أبى لاحظ النظم الأذيني غير البطيني، بي ما لها علاقة على الخالص بـ QRS. هذا بده بيس ميكر كمان. هذا نظم البطارية بيس ميكر، هاي البطارية مكان موجة بي، شكل هذا بطارية نظم البيس ميكر. هذا نظم جلبي مع خوارج الانقباض، شاي هاي خوارج الانقباض عريضة ونظم جيد يا عزيزي. هذا نظم جيد. هاي خوارج انقباض بطينية مع فترة معوضة، مسافة ما بعد الخارجة ضعفي ما قبل الخارجة، أي الخارجة. ارتفاع ST رح ناخذ الأحشية العضلة القلبية مع خارجة، هات موجة ST مع خارجة. هذا احتشاء يعني. اي ادم عم بيشارك في المحاضرة. صار عندي في تي لازم نصدم، مريض احتشى صار في تي
حط ملابس حمل الصادم صار في اف اسف صار جفان بطين زعام في اف في اف رجفان خشن صار رجفان ناعم هلا رجفان ناعم طبعا كله لازم نظلم هاي صار اسيستون مريضة بجلة لا تظلم هذا ازريتي سريع عندي خيار أصدم عندي خيار أصدم صدم على 50 جول أول صدمة ما استجاب قال يلا درفع الجب كمان ما استجاب صاحبنا قال خليني أرفع الجرعة كمان صدم على 150 جول 200 جول شاك رجع جيبي يعني عنده خيار الصدم جيد كل ما رفعت جرعة الصدم كل ما كان الاستجابة أفضل هذا التورسادو دي بوينت شكل المغزلي لفوق ولتحت بنعالجه بالسلفات المغنيسيوم حطيناها شكل مغزلي يكون ناس لفوق ناس لتحت ومنتظم بالعادة مو في تي ها بيتي يكون شكل واحد وكل مغزل هاي الولف موجة دلتا هو بي ار بتكون قصيرة هاي موجة دلتا هاي هي important EKG to recognize because if left unchecked is abnormal. الله يعطيكم العافية أنا خلصت اليوم إن شاء الله أسبوع الجاي الحالات النظرية من يا بنبلش باحتشال عضلة قلبية أو نبدأ بارتفاع الضغط أو الصمامات تكون الخيار في أي سؤال أنا جاهز ما في نستودعكم يلا نستودعكم إذا ما في سؤال السلام عليكم الله يعطيك العافية دكتور وعليكم السلام